ازيكم يا جماعة، مع تسارة صبحي. فيديو النهاردة هيتكلم عن منظم الطرح العملي. يلا بينا نبدأ الفيديو. من المعروف ان الطرح اللي قماشتها حرير او ستان او شفافة عموما بتبقى معرضة للنتش، ولو اتنتشت الطرحة بتبوظ خالص، فعلشان كده لازم نشيلها بطريقة تحافظ عليها وتبقى مش معرضة انها تتنتش او تتشد في الدولاب او الدرج. فانا لقيت الحل المناسب في منظم بسيط جدا فقلت نعرفه سوا. يلا بينا نبدأ ننظم الطرح دي. انا جبت المنظم ده، هو عبارة عن خانات بلاستيك. تعالي نفتحه مع بعض ونشوف هو ده عبارة عن ايه بالظبط. ده عبارة عن منظم بلاستيك، هو بلاستيكه خفيف شوية بس كده كده هحط فيها الطرح الشيفون فبتبقى خفيف. بتبقى عبارة عن خانات بيجي من غير شماعة، فانا بجيب عليه شماعة تكون نفس المقاس، تمام؟ ما ينفعش شماعة كبيرة علشان حسيت ان هو هتتقطع من الجوانب. جبت شماعة عادية خالص اللي هي مقاس صغير ودخلت فيها. تعالى بقى نحط الطرح فيها ونشوف هتتنظم بشكل ايه. طبعا باين ان قماشة الطرح خفيفة جدا وممكن تتقطع في اي وقت، حتى يعني بضطر ان انا محطش فيها دبابيس علشان ما تبصش مني. تعالى نشوف احنا هنطبقها ازاي. انا برمتها كده تمام زي المحل. المحل وانا اما كنت اشتريتها كان برمها كده بالظبط عشان يحافظ عليها، وهبدأ احطها دلوقتي في المنظم بتاعي. كده انا حطيتها وهحط كل الطرح وهوريكم، علشان بشتغل بحط الحاجات بايد واحده فمش عارفه املك كويس. هي نتشه من النتشات بتاعه الطرحه اتنتشت مني وكنت بجيبها من الدولاب، تمام؟ في كنت معلقاها في الشماعه العاديه. سعر المنظم ده 20 جنيه، تمام؟ علشان لو انت هتروحي تشتري من اي مكان تبقى انت عارفة رينج السعر بتاعه كام. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم، وتابعوني الفيديو الجاي. يلا باي باي.